Did you revise unit 3? نعم. Did you revise unit 3 lesson 1 and 2? Yes. Sure. Yes. Okay. Just try to listen to me, because today I'm very, very sick. I'm very, very sick. Please try to focus and try to listen to me. Okay. Okay. Mustafa, did you revise unit 3, lesson 1 and 2? Mustafa can you hear me? Mustafa can you hear me? سامعني يا مصطفى؟ مس بليز بليز رد عليا بسرعة. مس يس يا مصطفى. أنا مش مصطفى. اوكي سو هو ار يو؟ أنا اللي دخل برقم مس دي. مس دي يس هو ار يو؟ أنا ابن مس دينا وداخل هنا حصة مراجعة. طب انت اسمك ايه؟ What's your name؟ أيام أحمد لبيب. Sorry؟ أحمد لبيب How are you? You are in prep 1 Arabic section؟ You are in prep 1, right؟ انت في أولى إعدادي صح؟ أوه. طيب اوكي. Look Mustafa, we are revising now unit 3. We finished unit 1 and 2 last week. And today we will start unit 3 lesson 1 and 2. Look, each session انت هتيجي معانا كل مرة يا أحمد؟ لا يا مستر، أول مرة. ايوه هتيجي معانا بقى بكرة وبعده؟ هتيجي معانا على طول آخر مراجعة؟ أوه يا مستر. طيب إن شاء الله. بص يا أحمد، دلوقتي احنا بنيجي مذاكرين الكلمات بس، ونعمل لها ديكتيشن، وبنراجع مع بعض الجرامر. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أحمد لبيب داخل معاكو، اللي هو أبناء المدرسات، اهلا بيك اهلا بيك. هي ميس رانيا رياضة، فأنا ابني معاه داخل معايا. تمام اهلا بيك اهلا بيك منوري. شكرا لك يا حبيبتي. ده العربي؟ ده الانجليش. هلو انجلش. هلو. لا، احمد عربي. احمد عربي او هو ملوش بند، هو يعني في مدرسة خاصة، فبياخد اسمه احمد سمارت، بياخد انجلش سمارت، فهو مش ليه في الهلو. بس هيبقى بياخد او ليفل بيت باي بيت او المعاصر، ولا مش بياخده؟ لا، هو بياخد معايا، المفروض هو بياخد بياخد في يونيت 3 المواصل. بياخد في المواصل، بس هو احمد في هو المدرسة خاصة، بس خاصة عربي، فبيبقى تمام. ما المنهج هو بتاعها المدارس الخاصة سمارت. بتاخد 2، يعني انجلش هاي ليفل، مستوى رفيع، وانجلش عادي، صح كده؟ طبعا. طب هو فهو نفس المشكلة ده؟ تمام، اوكي. كده انجلش او ليفل، هو ممكن يراجع معايا الاو ليفل. تمام، ماشي يا حبيبتي، يا ريت. دور معاكي يا احمد. ده انجلش سمارت، فبتبقى مع مش. Do you have المعاصر أحمد؟ لا، Do you have المعاصر book؟ انا معايا الجيمبو. طيب مش مشكلة، بص على السكرين شير، مش مشكلة. بصي حضرتك، هو الجيم اللي معاه طبعا المدرسة لازم مثلا تديله هلو، بس ما بتديش ليه هاي ليفل. هو متابع بس هاي ليفل في المدرسة، مع كتاب المدرسة بس. اوكي. هي ممكن لو في حاجة حضرتك عرضها زي كده، ممكن يحفظ منها ويتابع معاها زي ما بيتابع مع التشكيل بتاع المدرسة الخاصة.
طيب تمام، مفيش مشكلة، أنا هبعت الـ PDF بتاع الكتاب المعاصر، هبعته على الجروب تمام. بتاع أول على الجروب إعدادي، او أو أرفع على جروب بتاع الجروب بتاع ايه؟ أول إعدادي عربي مسائي. طيب أوكي، ده هبعت ميس دينا. مس دينا. تمام، أنا هبعت الـ PDF على الجروب اوكي برضه، إيه يبقى عنده عشان يحل معايا. تمام، شكرا لك، شكرا أوكي. لك، اتفق معك. طيب ممكن يا أحمد تعمل معايا، تحاول كده تعمل ديكتيشن بسرعة just for 10 words. ماشي، أوكي بس ما حضرتك فتح الشيت ده على الصفحة اللي احنا المفروض أنا عايزينها عارفة، على أنا فكرة. عارفة بوريده بس الكتاب. أوكي let's start. اوكي Number one, do you have your notebook and your pen أحمد؟ اكتب في الكشكول يعني. Yes. بس حضرتك يا مس I'm بتكتب Mrs. Mona. حضرتك My name is Mona. Okay. مس منى، حضرتك احنا بنكتب الكلمات بالعربي وبنتملاها احنا، وحضرتك بتسألي. لا لا، احنا انا بملي الكلمة بالانجلش على طول، اكتبها ورايا. طب حضرتك ثانية، انا مش حضرتك. Okay. Let's start. الشكل ما كبير، عمال اقول لك يعني start يعني start. ملامس Good afternoon, Mustafa. How are you today? I'm fine. A little bit late, Mustafa. Mustafa, tell me, did you study Unit 3, Lesson 1 and 2? Yes, teacher, I studied. Okay. I studied hard, teacher. Okay, good. Okay, let's start quickly. Meditation, just 10 words. Okay? Okay. Number one. Blonde hair, blonde hair. Okay. Number one, blonde hair. Number two, Yes. poor people, poor people, Eh? poor people. Four Poor, miss. poor Four. people, الفقراء. Poor people. Yes. Number Okay. three, sports star, sports star, sports star. Okay, now do you follow me, Ahmed and Rahab? أنا خلصت. Okay, وين number مش four. خلصت؟ Number اسأل four. مصطفى. Funny. Number four, funny. فاني مس رقم أربعة. صني Funny, funny with F. فاني وصني. لا funny. Okay. Number five, kind, 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 كلايم kind. كايند. Yes. Number six, اوكي
سكور سكور. يس، يسجل النقاط. سكور ايه all of you follow me, do you all follow me؟ بس كلكم معايا ولا حد فايت حاجة؟ مع حضرتك انس اوكي نمبر 7 friendly friendly. yes. Eight. لحظة كده. Friendly. Friendly. كلمة friend وبعد كده اوكي ly. بحسب كلمتين. اوكي Number 8 famous. Number 8 famous. مشهور. فيمس شو كانس Number 9 normal. Number 9 normal. اوكي Number 10 and the last one. Runner. بطنيمس Runner. ايه Runner. المتسابق. Runner. بس Yes. هو مين اللي دخل معنا؟ Our new friend Ahmed. This is اه ماشي Mustafa يا أحمد and this is Ahmed Mustafa and this is our colleague Rahan. Okay. He's in pair 2 just like you. بتسأل. Okay. اوكي خلصت Okay, did you miss any of خلص. the words? Did you miss any of the words? نعم حد فايته أي كلمة؟ نعم Okay. If you can send it now on أنت على التليجرام يا أحمد؟ لا مس طيب مش مشكلة. بعد السيشن خش على جروب التليجرام بتاع بريب 1 بتاع الواجبات. خليهم يضيفوك وكمان ممكن تبعتها لي على الجروب الواتس. اوكي اوكي طيب مصطفى ابراهيم you can send it now please if you don't mind. طيب نايس can you send it now؟ انا مش هلاقيس أنا بتكلم على الديكتيشن يا رهوي. سنة مصطفى بعت حبيبي الديكتيشن، حبيبي بتقول ايه؟ بعت الديكتيشن على الجروب ولا لسه؟ يعني دلوقتي هبعته دلوقتي؟ خلاص خلوها بعد السيشن، بس بعد السيشن على طول عشان ما تنسوش. اوكي تمام ماشي طيب open page 128. مس مس انا بعت الواجب صححتيه مس. يس هو شفتي الواجب كان ايه بقى؟ test 2 on unit 2 test on unit 2 مش على اليوم التو يا مس كلها yes اصلا كنت yes على التست بس بوقف حليت. طيب بصي يا أحمد دلوقتي مثلا tomorrow we have a session okay we have sessions Tuesday, Wednesday and Thursday. النهارده مثلا ماشي في lesson 1 and 2، بكره يبقى 3 و 4، الخميس 5 and 6. اوكي؟ يعني احنا كل حسب ناخد 2 lessons يا احمد. اوكي؟ فنيجي محافظين ال just the vocabulary، يبقى كده بنحل مع بعض. اوكي يا احمد؟ كيمس طيب open page 128 and look. حلو ايه الثانية كده واحنا فين بالظبط؟ 128 unit 3 اه lesson اوكي 1. ماشي يعني ينفع ابدأ بقى. اوكي لو حللها يا مصطفى راجع معايا عشان انت محدش صلحها لي، راجع معايا بس حضرتك بس بتراجعي في كتاب ايه؟ ده في كتاب المعاصر. انت انا بعت لك اهو كتاب المعاصر على الجروب على الواتس جروب. اوكي بس انت دلوقتي ممكن تحل ايه من على السكرين شير لو مش معاك كتاب. نحن نحن
فاهمين؟ احنا لوحدنا لا انا حلو معاكم، هنمشي بالدور. ينفع ده؟ ايه اوكي ستارت سارة. يا محمد باليوم؟ اول مرة اعرف اول مرة تعرف ايه؟ ان محمد باليوم. في ناس بتسيبها باليوم وناس بتسيبها بالاو. كنت فاكر بس مصطفى هو اللي باليو او بالاو. لا المحمد. يس يا رحمة. He was in the first to finish رانر the لكن واجب رانر يمس. It was the first No نعم Yes Runner Yes, yes correct See Okay, مصطفى she لما is wearing scarf around her neck. اختيار بي. Scar Yes, correct Number 3 أحمد Famous people have a lot of they encourage them. Yes, encourage يعني يشجع. Famous people have a lot of المعجبين اسمه ايه؟ Fans. Fans, very good. Old people usually have webbed hair. I forgot to tell you about the points. Come on. بصي يا أحمد، أي حد بيجاوب بياخد 10 points. Okay؟ نشوف في الآخر مين اللي اوكي هيكسب. Okay، يبقى رهف 10 points، مصطفى 10 points، and أحمد 10 points. And you count the points, okay? Okay, let's اوكي see. Number three, sorry, number four. تكون هير. All people usually have what? Yes, hair, correct. Mustafa? محمد صلاح has a big smile. A big smile on his face, yes. See. Okay, 10 points. Okay, Ahmed? محمد صلاح محمد صلاح is an Egyptian star. He is very famous. هتبقى sports. Yes, which one? This one, right? Sports star. Yes. Okay, 10 points. Rahaf, number 7. Okay. A baby bird is very not I am. It can't fly for many days. Usually, ugly. هو أغلى يعني شكلها وحش، ثانية ايه ده؟ هي ضعيفة، ايه زي baby ضعيف. bird ضعيفة، it cannot fly for many days، فور weak، ويك weak، awesome. weak means not strong، the opposite of strong، محمد okay؟ صلاح وانا هقول اسئله تبع محمد صلاح is very fit so he can't have a او an normal life. نورمال طبعا ده مشهور يبقى لازم ناخد حياة فيموس مشاهير يبقى حياة بيزي يبقى هي هنا مش نورمال. كانت هاف ان نورمال لايف او يوجوال لايف، بس هنا ما فيش يوجوال، ما ما ده تبقاش. اللي انا بقوله. يس بس كوريكت. صبيات تونس. طيب احمد نمبر 9. Tomorrow is a I won't go to school. تبقى holiday. No, tomorrow is a I won't go to school. مش هروح المدرسة عشان إيه؟ طب بكرة إيه؟ Work day. أنا مش هروح. I won't go to school. عشان إجازة. صح؟ طب which one؟ Which one إجازة؟ بكرة إجازة، أنا مش هروح المدرسة. يبقى إجازة اللي هي أنهي واحدة؟ تبقى work day. work day يعني يوم عمل، يعني هنشتغل هناخد حصص، انما اجازة يعني holiday. holiday بس حضرتك قلت لها حضرتك بس قلت لها أول واحدة قلت لي غلط. انت قلت holiday في الاول؟ قلت لي غلط. انا سمعتها holiday. I'm sorry. هو قال في الأول هو قال holiday؟ okay I'm sorry. هو قال أنت مردود غلط. هو اللي غير إجابته بس.
Okay, 10 points, Ahmed. No problem. Okay, Rahat, number 10. People around the People world have around the different, world. they don't look like each other. Features. Sorry? Features. Features, yes, صفات. كل People. الناس كل واحد فيهم عنده صفات مختلفة، عشان كده احنا مش شبه بعض. I can 10 see points. well to wear my glasses. اختيار I دي. can see well without wearing my glasses. Yes, 10 points, Mustafa. Okay, number 12, أحمد. The hair them grows on a man's chair, cheeks and chin, the curl is cold، بتسمى ايه بقى؟ cold الراجل بيبقى bird. عنده شعر في دقنه. لا birds بيرد، bird which one؟ which one of them؟ بند A ليتل بيبقى بي A B or C or D؟ لامس Which one أحمد؟ A or B or C or D؟ بي B, correct, 10 points. Very good, excellent. Okay, Raha. The hair growing over the man's mouth is called مستاتش moustache. Yes, moustache, 10 points. Okay, Mustafa, 2 means to win points in a game. تو سكور. Score, very good, 10 points. Okay, Mustafa, Ahmad. What does your brother like? He's good short curly hair. هتبقى لوك. Yes, look like very good. شكله ايه؟ هو عنده شعره كيرلي وقصير. اوكي، 10 points. رهف، محمد صلاح is quite short a football. فور فور Four a footballer. Yes. They always say that Muhammad Salah is not very tall. Do you know that? He's quite short. Do you know that information about Muhammad Salah? هم He's not very tall. Okay, ايوه يا 10. مس Yes. توسط قال 180 لكن هو 175. Okay, describing your favorite sports star. My favorite sports star is. What is your favorite star, Mustafa?